وحول زيارة الملك إلى الصين ينضم إلينا من بكير رئيس تحرير صحيفة عكاظ سيد جميل الذيابي. سيد جميل، بداية أهلا بك. زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين تكتسب أهمية كبيرة، هل يمكن اعتبارها تدشين لعهد جديد من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟ Can you reduce the music؟ نعم سيد جميل، تسمعني الآن؟ نعم أسمعك سيد جميل. سؤالي مرة أخرى، زيارة الملك سلمان للصين تكتسب أهمية كبيرة، هل يمكن اعتبارها تدشين لعهد جديد من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟ طبعا بالتأكيد، كما تعرف يعني زيارة خادم الحرمين الشريفين ضمن جولة آسيوية، لكنه أيضا إلى الجمهورية الصينية، هناك احتفاء بخادم الحرمين وزيارته، وأيضا بمناقشة الملفات التي تعنى بالمنطقة، بالإضافة إلى أيضا العلاقة الاستراتيجية بين المملكة والصين. لا شك أنه هذه الزيارة هي تأسيس لعلاقة استراتيجية. نعرف بأنه الرئيس الصيني زار المملكة العام الماضي ونوقش كثير من الملفات التي تهم الجانبين. هذه الزيارة أيضا تعقب زيارة قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأيضا كما تعلم تم توقيع اتفاقات سابقة، أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تعاون وتفاهم. نعم. لا شك أن هذه الزيارة واهتمام الصين بهذا بزيارة خادم الحرمين تؤسس لإطار جديد لهذه العلاقة. نعرف اهتمام الصين أيضا بالمنطقة، هناك تمدد في العلاقة من النواحي السياسية والاقتصادية وأيضا الاستثمارية والتجارية، وأيضا حتى على المستوى العسكري والأمني. الزيارة يعني من خلال الزخم الموجود لاستقبال خادم الحرمين في بكين، وأيضا غدا سيلقي خطاب في قاعة الشعب، ولا شك أنه سيكون لها انعكاسات مستقبلية في علاقات البلدين، وهي تأتي ضمن ما ذكرت في السابق ضمن الجولة. لكن سيد جميل، ماذا عن الملف الاقتصادي؟ زيارة ناجحة إلى اليابان. ماذا عن الملف الاقتصادي؟ يعني هو من أبرز الملفات بين البلدين، حيث يتجاوز التبادل التجاري أكثر من 184 مليون ريال، كيف يمكن الاستفادة من الزيارة لتعزيز الشراكة ونقلها إلى آفاق أكبر؟ صحيح، يعني كما تعلم المملكة هي المصدر الأول للنفط الخام إلى الصين، وهي الشريك التجاري الأول في بين دول غرب آسيا مع الصين، والعلاقة السعودية الصينية خصوصا في المواضيع في المجالات الاقتصادية توسعت وتطورت في السنوات الماضية، ولا شك أن الصين لديها أيضا حلم إقامة ما يسمى بحزام واحد وطريق واحد وهو طريق الحرير للربط بين القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأوروبا، والمملكة العربية السعودية أيضا تعول على هذا الطريق في من أجل المصالح الاقتصادية والمصالح المشتركة مع الصين وغيرها من دول القارات الثلاث. الصين أيضا مهتمة برؤية المملكة والشراكة الاستراتيجية مع المملكة في تنفيذ رؤية المملكة 2030، ويعني هناك كثير من التصريحات لمسؤولين صينيين، بالإضافة إلى ما يقابلها أيضا من تصريحات لمسؤولين وقيادات سعودية في هذا الإطار. أنا أعتقد أنه يعني الموضوع الاقتصادي تم الحديث عنه كثيرا، هناك يعني رغبة جامحة لدى الطرفين بتطوير هذه العلاقات، ولاحظنا كثير من توقيع الاتفاقيات والمذكرات في هذا الموضوع. من بكير رئيس تحرير صحيفة عكاظ السيد جميل ذيابي، شكرا جزيلا لك.